الصورة اللي يعني اللي يمكن نعطيها الملف هو الصورة اللي يمكن نقوله أنه في لحظة معينة مجني عليه يقدم كمتهم، ومتهم كيقدم نفسه كمجني عليه. فهذه هي الصورة اللي يمكن نعطوه لهذا الملف. فالسريضة في لحظة معينة اللي هو المجني عليه تقدم على أنه فعلا هو الجاني، وتم المتابعة دياله، تم الاعتقال دياله، ولكن الحمد لله بانت البراءة ديالو من خلال التحقيق ومن خلال المحاكمة ومن خلال الوقائع اللي تعرضت على المحكمة. تبت البراءة ديالو، المحكمة كانت بكل شجاعة وبكل نزاهة فكرية حكمت بالبراءة ديالو. فهذه هي الصورة اللي يمكن نعطيها على الملف ديال السريضة. طبيعة العلاقة بينهم كنقولوا حنايا السيدة اللي في الموضوع، السريضة دخل المغرب عند واحد الصنعة اللي في يدو اللي كتسوى الذهب، لأنه سيد موهوب في الميدان ديالو، الخياطة الراقية والخياطة التقليدية، واستطاع أنه يكون عنده زبناء من المجتمع المخملي، يعني قمة المجتمع، وكانت البدل ديالو ولا الحوايج ديالو كيمشيو للمنازل الراقيه في المغرب ولا الاوساط الراقيه في المغرب، يعني كان السيد النجاح المهني في القمه ديالو. فخد واحد كون واحد الاصل تجاري في ارقى بلاصه في مدينه مراكش، تما غيتم التعرف على السيده اللي في وقت معين قدمت نفسها كضحيه لانها كتسكن تما. فاقترحت عليه انه دخل شريكه معاه بحكم انه عندها حتى هي واحد النشاط تجاري يتمثل في التجار في الاحجار الكريمه والمجوهرات، وانه يكون حتى تكامل بين النشاط ديالها وديالو. ف سي رضا بحكم واحد الاستشارات كانت عنده انه تم التشجيع ديالو على انه التعامل مع هذه السيده، وفعلا تم تقويم الاصل التجاري ديالو اللي عنده العقد صحيح موثق ديالو، تم تقويم المحل بالسمعة التجارية، بالاسم التجاري، بالسلع اللي فيه، بالأتواب، بالحوايج اللي فيه، تقوم بواحد ما يقارب واحد 800 مليون، يعني 8 مليون ديال الدرهم. فدخلت معاه كشركة ماشي في الشركة، بشراكة في الأصل التجاري بقيمة ديال حتى 300 مليون، تم تخفيض منها لواحد 290 مليون. فعلا السيد خد الشيكات ديالو باش تدخل هي، ففعلا بدات كتشتغل بالمحل. واحد الوقت سي رضا تعرض للكوفيد فريح في المنزل ديالو، كيتفاجئ من بعد شي تغيرات كاينه في المجازا او في المحل. تم تغيير وسيله الاداء تي بي او، تم تغيير الضوء ما بقاش بسميتو، جا بغى يدخل المحل ديالو تمنع بواسطه الحراس، فكيدير شكايه على انه تم الانتزاع المحل ديالو منه، تم النصب عليه. فتم التحقيق في البدايه الاستماع ليه في هذا الاتجاه، ليفاجأ في لحظه معينه بانه حتى هي دارت شكايه بانه لا راه تم النصب عليها، وراه كان باع عليها واحد 50% من قيمه واحد الشركه اللي سماتها اغ اس ارتيزون، وبانه هذيك 300 مليون كان خصو يضخها في الشركه وما ضخهاش. فكيتم المتابعه ديالو والاعتقال ديالو. ففي المحاكمة تبت بأن الصورة اللي كتعطي لهاد السيدة راه مغايرة، بحكم أن المحكمة استمعت أو قادت الشهود والوثائق اللي تعطات الأبحاث اللي قمنا بها وكرونولوجيا الأحداث، فتبتنا المحكمة أن هادشي كله كذوب، أنه ما عنده حتى شي أساس، والضحية ديال هاد العملية كلها هو السريضة. فهاد السيدة هادي مني دخلات معاه المحل كان دارت واحد التصرفات قبال من المحل، لأن هادشي مخطط ليه باش شبه احترافي او بشكل احترافي الاستيلاء على هذا المحل. فلقينا بانه الا كانت هي شرات من عنده دخلت معاه كشريكه في المحل في شهر 7 وعطاتو الشيكات، راه ما كاينين هنا عندنا في الملف 290 مليون في شهر 7، لقينا انه دارت واحد مجموعه ديال العمليات وبدات التخطيط من شهر 2 قبل. اول حاجه دارت هو انه تم استعمال واحد الشخص النوم دو باي، يعني واحد الشخص سيستعمل، راه كاين في الملف وراه ادين من اجل التزوير. جا هذا الشخص هذا صايب واحد عقد ديال الكراء باسم واحد الشركه في طور التاسيس اللي هي اغ اس ارتيزون، وتم تزوير عقد الكراء.
ما بين هاد الشركه اخ اس ارتيزون وبين المالك ديال العقار، علما ان السريضة عنده عقد صحيح توثيقي عند موثق. بهذا العقد هذا اللي من بعد الشركه غادا تاسس بشكل قانوني، وهذا الشخص المشارك في هذه الجريمه هذا غادي هو اللي غنبينوا للمحكمه بانه هو اللي غيتقدم بطلب تسجيل هذه الشركه والنشر والاعلان القانوني. غيتم تشطيب كذلك بدون علم السريضة من لاباتونت ومن السجل التجاري، وهذا الشيء اللي من بعد غنديروا حنا شكايه ديال التزوير لانه بين التوقيع ديالو مزور. تم تشطيب عليه من السجل التجاري، تم بهذا التشطيب من السجل التجاري ومن لاباتونت وبهذا العقد الكراء المزور دخلت السيده باسم الشركه العقد الماء والكهرباء بالاسم ديالها، وسيله الاداء تغيرت من رضا ولات في سميتها. اذا تم الاستيلاء على المحل بشكل قانوني، وتم تقديم نفسها على انه لا راه هذا السيد راه باع ليا 50% من هذه الشركه، وراه هذه الشركه عندها عقد مزور. يعني هادشي من بعد تفضح، ولكن احنا في المحاكمه تبتنا التناقضات. اول سؤال سولنا، واخا انت هذه الشركه وهذه الحصص شريتيهم من عند هذاك الشريك الذي سيدان، شريتيه من في شهر 6، ولكن الشيكات اللي عطيتي للسيري راه في شهر 7. سولناها كذلك، انت مني هاد شريتي 50% من هاد الحصص ديال هاد الشركة الاخ اس ارتيزون، من عند من شريتيهم؟ شريتهم من عند هاد السيد، ولكن علاش غتخلصي السريضة؟ ومبلغ ماشي سهل 300 مليون، وما كاينش واحد التطابق زمني ما بين شرائك الحصص وما بين هاد الفلوس اللي خدت السريضة. بينا بالفيديوهات وبهذا وتعرضوا امام المحكمة والصور بانه كانت داخل المحل وكاين الاسم التجاري ديال 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 السريضة رويال ستيل. يعني هاد السيد هاد الشركه ما غتبان حتى من بعد اللي اثبتنا للمحكمه وثبت من خلال الشهود ان السريضة ما كانش حاضر في تحرير هذاك العقد المزور، تصيب في واحد المكتب يعني في الغيبه ديال السريضة ما كانش حاضر. الكونطابل اللي اسس الوثائق ديال الشركه اكد بانه السريضة عمره ما كان حاضر، الاطراف الاخرى هي اللي كانت حاضرات، هي اللي اسست الشركه، هما اللي داروا هاد لا سيسيون دو باغ البيع الحصص 50% ديال الشركه. اذا تثبت للمحكمه بشكل قاطعي وبشكل ملموس بانه الادعاءات ديال هاد السيده غير صحيحه. سولنا في المحكمه، انت كتقولي شريتي 50% ديال الحصص ديال هاد المحل، وكتقولي هاد السيد كان خاصو هذيك المقابل ديالو خاصو يدخل، قلنا هاد العمليه راه غير منطقيه. شريتي 50% من المحل او من الحصص راه فلوسو هذوك، يدير بهم اللي بغا، علاش كتقولي انت في المحاضر لا راه كان خاصو يدخلهم في الشركه وما يدخلهمش؟ راه ولاو فلوسو لانك دخلتي بهم. فالمحكمه اقتنعت بشكل ملموس في الجلسه على الحضور اللي كان حاضر اقتنع في هذاك النهار فعلا، لانه ماشي غير الهضره، راه تم كاين الاستماع للشهود، كاين وثائق تعرضت على المحكمه، كاين تسلسل زمني للاحداث. فتبين كله بانه السريضة راه هو اللي بدا عليه فوند كوميرس كيقدر يسوق واحد المليار ولا 10 المليون ديال الدرهم في رمشه عين. واخا خذا البراءة هنا الحرقة اللي شفتو السريضة علاش كيهضر. واخا ربما غادي يعني مزيان ملي تكلمتي على هذه القضية أستاذ، هو أنه نطرقوا لها، ربما العديد ديال الناس غيقولوا هو فوالا خذا البراءة وعلاش مازال كيهضر، مازال كيخرج مثلا بهذ السطوريات، مازال مشغل مع الرأي العام يعني حول هذه المواضيع. لأنه كاين مجموعة ديال الأحداث كانت يعني بانت من بعد البراءة ديالو. هنا فين غيبانوا هذوك الفيديوهات ديال هذيك السيدة اللي ستستغل الحالة ديالو، كيفاش كان يتاجر بها، يتم الاستعمال بها، يتاجر بها وتستعمل كبضاعة باش كتستعملات في الملف ديال السريضة. وهذا الشيء علاش هو كيهضر بواحد الحرقة، لأنه كيشوف فعلا شوف هذه المؤامرة اللي تعرض عليها ومن عدة جهات ومن عدة أشخاص، وتم استعمال فيه واحد الضحية حتى هي اللي حنا الآن أمام واحد الحالة ديال الإفلات من العقاب.
لانه الفيديوهات اللي خرجوا كيبينوا حاله ديال التجار في البشر المنصوص عليها ومعاقب عليها في القانون. جميع الاركان ديال العناصر التكوينيه ديال جريمه التجار في البشر كاينه في هذاك الملف وفي هذاك الفيديوهات. فهنا هذه السيده امام واحد الافلات من العقاب، فعلى السيره السريضه كيهضر بواحد الحرقه، لان كيشوف واحد اللحظه معينه راه كان ممكن كون ما كناش امام محكمه نزيهه او امام هذا ممكن، ولا كان الدفاع ما قامش بالدور ديالو راه كان هذا السيد ربما يدان وبعقوبه ثقيله. راه دوز فتره راه حكى عليها في السجن. راه كان هذا السيد كيشوف بانه في لحظه معينه راه كان يقدر يمشي بواحد 3 سنين 4 سنين ظلما وعدوانا. واكثر من هذا، وهنا نناقشوا واحد النقطه قانونيه ومعضله الاعتقال الاحتياطي، لان في بعض الاحيان راه كياخذ السيد البراءه، ولكن هذاك الوسم الاجتماعي يعني كيصعيب عليك تبين الناس لا واش غادي الدور بهذاك الحكم والدور به هاد الناس لا راني خرجت براءه. راه كيكون هذاك الاعتقال الاحتياطي اللي دزتي منه الوسم الاجتماعي، انت راك دوزتي الحبس وراك انت نصاب فعل، وهذه الصوره راه بقات على السريضه، خصو يدير واحد المجهود باش يحيدها، لانه انت راك كنتي معتقل من اجل النصب. يعني كاين واحد الوسم الاجتماعي، وهنا اللي كنهضروا سمح لي الا طولت في هذه النقطه ديال معضله الاعتقال الاحتياطي. لان بعض المرات لان كنعتقلوا واحد الانسان وخا ظهر البراءه ديالو راه ما ترجعش ليه الكرامه ديالو ولا الشرف ديالو ولا الصوره ديالو في المجتمع، لهذا خاص نوع من التريث في هذا الاعتقال الاحتياطي. اللي عنده ضمانات ديال الحضور راه ممكن يتابع في حاله صراح، يتدار في المراقبه القضائيه، يتمنع من الحدود، راه هو كان ممنوع من الحدود. واخا النقطه هذه بالذات يعني ربما اللي هضرتي عليها ديال المنع من محافظه الارض الوطن، يعني القانون يعني ربما شنو كيقول في المساله هذه، الانسان واخد المراه. لا دابا واحد القضيه ان من الصلاحيات اللي عند السيد وكيل الملك فان تكون شي شكايه او ان تكون معاقب عليها بالحبس لفتره كاين واحد شروط معينه سنتين، انه ممكن انه يعطي واحد الاغلاق الحدود لفتره معينه، ولكن هذاك الاغلاق راه كيتحيد غير هنا من الناحيه العمليه، انه واخا كتقدم للمحاكمه وربما تصدر كاع حكم براءه كيبقى هذاك خاصك تدير طلب ويراجعوا السيد وكيل الملك وفعلا كيحيدوا، ما هو راه عنده صلاحيه معينه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.